شوفي خليه مشيت ولدي طاح في الطريق، لحقني واحد مول الكراويلة، لقيت بنتي طايحة في الشانطي، أنا بغيت سيدي نعطي لها حقي لبنتي، سيدي مضروب القلب مضروب من الزولة اليسرى، القلب أخويا عاورت جاك دارك الملكي نشوفها ما غاش خلوني نشوفها، عندها 14 عام. طلع ب 14 عندها 13 طلع ب 14 انا بغيت دائما تتمشي مع مرا طرا ليها شي حاجه دائما تتقرا دائما اخويا كتقرا مع مرا تشي طرا ليها دائما كتقرا ديما دائما كتقرا تفرجوا فيها دائما كتقرا كتقول لي ماما ديك المدرسه خصني نتحول من الاول كتقولش ليا كنمشي هاد الدوا شي وحدين شاكين شي وحدين انهم يكونوا هما اللي داروا هاد المشكل انا ولدي ما نشكل هذا بواحد ما نتقلدش انا باش تبعيني ولكن بغيت حق سيدنا يعطيني حق بنتي حق بنتي اللي كون ليا انا تشويت بنتي هي اللي كنرجع عندها 4 عمليات 5 شهور ولا في السبيطار من ميرزقوم وتحيد بحيدة حبوبة من الكرشي وبحيدة طرف من الكبدة وبخيطة المعدة شتقبات وبحيدة المرأة طلع المرأة بحيدة ولا بغيت سيدي ربي مالك سيدنا يعطينا حقي الله إلا صغير يعطينا حق بنتي بنتي انا ما صبرش عليها هي اللي ترجع هي كتحل عليا الباب هي اللي كتداويني هي اللي كترجع كتقول يا بنتي نخرج ماما طبيبه ونحيد لك ماما نداوي وتفاجي عليا وتفاجي عليا دابا بنتي غصبوها عليا بنتي انا بغيت سيد ربي نطلب الله من سيدنا الله ينصره ويعطيني حق بنتي حق بنتي كما تغصبت بنتي وقتلوا لي بنتي يقتلوا واحد اخر هذا المنكر هذا المات في داري وما يكرطوا عليا ويرسلوني بشرع شمي وانا بغيت سيد ربي اصبر ما صبرت وصبرت على شرع شمي وصبرت على داري تهرست وصبرت على يدي تقطعت وما صبرش على بنتي هذا المنكر ما صبرش عليه عندي يا بنت وحده والترزيت فيها وكنت نترجى شحال من حاجه نتمناها تكون ليا فيها وشحال من حاجه نتمناها تدخل ليا طبيبه وكنصلي وباه كيمشي يطلب عليه في الليقات في السواق وانا خدمت عليه في الموقف وخدم عليه في الموقف ونقري فيهم ونلقى شي عاله ونكسي فيهم ونطلب الله من سيدنا هو يعطيني حقي هو يفاجي عليا هو اذا طلبت من الشعب ومن سيدنا الله ينصره الله ينصره عطيني حقي هذا الدريه ما صبرش عليه انا سيدي انا المشكله خرج بغينا نعرفوا قالت ماما ما نعرفوا شكون ما عندنا حتى شي مشكل ما شي حد الحمد لله ما عندنا مشكل قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا